أوضح السيد الرئيس أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة تفعيل مبدأ الحلول الإفريقية لكافة القضايا الإفريقية بما يتوافق مع السياق الواقعي والعملي لدول القارة الإفريقية، وأيضا تم التأكيد على الحرص الدائم على دعم العلاقات فيما بين دول القارة الإفريقية، وهذا من خلال التفعيل الجاد والحقيقي لاتفاقية التجارة الحرة القارية اللي دخلت فعلا لحيز التنفيذ والتطبيق. وقد اتفقنا كذلك على ضرورة تفعيل مبدأ الحلول الإفريقية للقضايا الإفريقية وبما يتسق مع السياق الواقعي والعملي لدول قارتنا، كما أكدنا حرصنا على دعم العلاقات فيما بين دول قارتنا الإفريقية من خلال التفعيل الجاد لاتفاقية التجارة الحرة القارية التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ.